القصة اللي رح تشوفوها هلا منا جديدة ونحكى فيها إعلاميا عدة مرات، ولكن أوقات بيتصل فينا أشخاص مكسورين وبدهم يحكوا، بحاجة إنه يعبروا، بحاجة إنه يوصلوا قضيتهم، يمكن بحسوا إنه الحكي على الإعلام ممكن يحل المشكلة وإنه ما في خسارة إذا جربنا وخلينا نطلع بالبرامج، لأنه صارت الناس وين ما عم تطرح قضاياها عم بتلاقي إنه أنت حر يكاد يكون البرنامج الوحيد، إذا مش فعلا الوحيد، وما بحب نحكي كتير عن البرنامج اللي عم بتابع القضايا لحتى يحقق ولو خطوة تقدم. في قضايا عن جد بتاخد وقت، في قضايا عن جد متعبة، ولكن نحن ما منكتفي بالعرض فقط، لهيك الناس عم تلجأ لأنت حر بكل شيء. توني غوش كان يشتغل بحار على متن باخرة اسمها ماري تابعة لأستاذ إبراهيم الكفوري، بلش شغله على هالباخرة بوعد منه لأهله إنه رح يعوض لهم عن أيام الفقر يلي عايشوها، وراح وفل برات لبنان ليعيش عائلته. ب10/9/1999 يعني من 12 سنة أبحرت الباخرة من مرفق شكة بلبنان ووصلت إلى إسبانيا ب7/10/99 من دون توني يلي اختفى وبعده مختفي لغاية اليوم. بعرف إنه 12 سنة كتار، بعرف إنه الوقت بيخلي كتير من الأمور تختفي، ولكن لازم نذكر بقصة توني لأنه من حق عائلته أنه ضلت تحاول، من حق عائلته أنه ضلت تجرب، من حق عائلته ضلت متمسكة بالأمل، متمسكة بالإعلام والحقيقة. بعد 12 سنة شو عنده شرب الغوش خيه لتوني يقوله منشوفه بهالطريقة. يا بي أنا مشتاق لك كتير. شو في خلف البحر خبرية، نايمي مقصور من سنين. بسنة 99 كان توني عمره 28 سنة، قرر يشتغل مع وكالة بحرية لبنانية لصاحبة إبراهيم الكفوري من شكة، أخدوه واشتغل عندهم كبحار. هلأ سافرت الباخرة وسافر توني معهم من مرفق شكة وعملوا إسكال باليونان وبعدين بروسيا، وقبل ما يوصل لمرفق ويلبا بإسبانيا اختفى توني. القبطان بوقتها بيقلنا أنه صار هو بلغ السلطات الإسبانية عن عملية الاختفاء، وبلشت السلطات الإسبانية البحث عنه، وبقيوا لمدة 7 أيام عم بيبرموا بزوارق وبرموا بالبر وما لقيوا لتوني. بس في موظف تاني اسمه نقول أساسين كان موجود على متن الباخرة مع توني بيعطي عكس الإفادة. هني عم بيقولوا انه توني وصل على الشط واختفى من بعد ما وصلت الباخره، وكان عم بيساعدهم بعمليه ارساء الباخره. مش مضبوط حكي. مش مضبوط ايه؟ لا. صار اختفى قبل ما يوصل للباخره؟ قبل ما يوصل على الشط اختفى توني، يس. صار في تحقيق من قبل الانتربول الاسباني؟ لا، ما صار في تحقيق ولا شيء. نو. طب وكيف القبطان بلغ؟ نو، لا سألونا عن شيء، نو. ما اجى الانتربول الاسباني بلغ السلطات؟ نمشي حدا ولا سألنا عن حدا؟ سلمونا تياب ومصريات وجزدان وباسبورو، وهذا أكبر دليل أنه توني اختفى، وأكبر دليل لو توني هربان وبعده عايش كان بياخد باسبورو، كان بياخد مصرياته تياكل. راحوا تركني وحدي بالليالي. بعد مرور سنة نحن بلغنا السلطات وطلبنا طلب بحث لنشوف إذا بيجينا أي جواب عن أنطوان غوش. بينبعت طلب بحث باسم أنطوانيت الغوش. بيوصل الجواب لبرا بيقولوا إن المواطنة اللبنانية أنطوانيت الغوش غير موجودة بالأراضي الإسبانية، المحتمل تكون موجودة ببويرتو دي ويلبا. مرة تانية بعتنا طلب بحث باسم أنطوان غوش، بينبعت باسم فادي غوش، يعني كأنه حدا عم بيحرتق من هون مشان ما يجينا جواب من برا. وانت مسؤول يا ابراهيم الكفوري لانه الباخره تابعه لك، الباخره ملكك، وفي قبطان هو اللي لازم يعترف. رفعت دعوه بالقضاء ضد صاحب الشركه ابراهيم الكفوري وضد القبطان. وصلت الشكوى للنيابه العامه التمييزيه ببيروت، تحولت هيدي الشكوى للنيابه العامه بالشمال بتاريخ 22/9/2010. من هيدا التاريخ ما مشيت القضيه بالقضاء، وعطول من طالب وبعد ما صار شيء. نحن مش عم نطلب من إبراهيم الكفوري، عم نقول له اعطينا ابنك تيصير خيي. أنا عم طالب بشيء اسمه حقي، حقي أعرف وين خيي، حقي أفهم شو صار فيه، وحقي أعرف ليه اختفى. بالعربي المشبرح صاحبين الشركة عندهم كتير معارف جهات سياسية وعم يستغلوا
الجهات السياسية تبعهم حتى يدخلوهم تيضغطوا على القضية مشان ما يصير في تحقيق فيها. عرضوا علينا تشيك عبياض. أنا ماني ناطر خيي تيموت تاخد تشيك عبياض، لأنه ضفر إجر خيي بيسوى مال الدنيا كلها يا إبراهيم الكفوري. ضفر اجر خيي بيسوى مال الدنيا كلها، في ناس هيك بتفكر وفي ناس بتعمل العكس، هودي الجماعة بدهم الحقيقة. الأساس بهالقضية هي نقطة واحدة عم ندور حولها، كل ما نحكي عن لبناني حقه مهدور برات لبنان أو تعرض للظلم. إذا بالداخل اللبناني ما عم نلحق نعرض قضايا الناس المظلومة والمغدورة بيجينا مئات القضايا، منختار الأهم واللي لازم ينعرضوا أسرع والأخطر. وما عم ينعمل لحياتهم قيمة للناس كيف لكان برات لبنان. دول الأجنبية، أي دولة أجنبية أو أوروبية بتقاتل شعوب، بتقاتل دول أخرى، بتعمل معارك كرمال مواطن واحد من عندها. من هون ببلش الحل، من هون منفهم ليش المواطن اللبناني ما له قيمة برا، لأنه أهله ما سألوا عنه، ما بيسألوا عنه. أهله يعني بلده، يعني وطنه، يعني دولته، يعني أرضه يلي خلق فيها. بينقتل فلان، بينخطف فلان، آخر همه دولتنا. أصلا شو يعني دولة؟ كل مرة منقول وين الدولة وني الدولة، ولا مرة حدا طلع سأل شو يعني الدولة؟ دولة هي عبارة عن شو؟ دولة مين فيها؟ منني؟ مين بيمثل الدولة؟ منني الأشخاص؟ هيدي الأسئلة بدنا جواب عنها تنعرف مع مين بدنا نحكي. أنطوان غوش مفقود من 12 سنة. تعرفوا شو يعني 12 سنة؟ يعني في عائلة عم بتعيش مأساة ليل نهار، كل ليلة كل ليلة نفس المأساة، بس لحتى يعرفوا مصير ابنهم. هالعيلة يلي بلشت تعتقد انه ابنها مات، ولكن ما بدها الا انه تعرف شو صار معه. يمكن مش ما بدها تصدق او ما بدها تقنع حالها انه هو مات، بدها تعرف شو صار معه تحت اختفى، او يمكن عايشين باوهام ومتمسكين بالامل. وهيدا حق الشرعي، وهيدا حق الطبيعي، وهيدا واجب على الدولة يلي تعاقبت عليها وزارات مختلفة مسؤولة بهيك قضية، من وزارة الخارجية وجر إلى الداخل لهون. واجباتها أنه تقول لهالعائلة شو صار بابنهم، تخبرون شو صار بأنطوان غوش. للأسف تعرفوا شو عم تعمل الدولة من وقت ما اختفى أنطوان لهلا. يعني إذا بخبركم حاطة هيدا الملف يمكن بجوارير، أو عم ياخد هالروتين وهالعدد من السنين لحتى يتحرك، وما حدا منا عم يتحرك، مش فاضيين، يمكن ما عم بيلحقوا، لأنه شيء كتير طبيعي إنه يختفي أي شخص بهيدا البلد. كل جمعة بيختفي حدا بلبنان، عصابات الخطف كتراني، قبل ما يختفوا برا عم يختفوا هون بلبنان. أنطوان اختفى من قلب الباخرة يا جماعة. بتعرفوا قديش في شهود على اختفائه؟ ومثل ما سمعنا أحد زملائه عم بيأكد هيدا الشيء. يعني بالبداية واجب على قبطان الباخرة يقول شو صار، كيف بيختفي بحار من الطاقم تبعه. قبطان بإفادته بالتحقيق مثل ما شفته بالروبورتاج قال إنه عملية البحث استمرت 7 أيام، ولكن أحد البحارة الشاهد اللي اسمه نقول أساسين ناقض إفادة القبطان اللي استمعتوا له، وذكر خلال التحقيق أنه ما صار أي تحقيق، بس اختفى توني وما حدا سأل عنه، ونفى أنه يكون الانتربول الإسباني حقق معهم من الأساس. تانيا، من واجبات صاحب الباخرة أستاذ إبراهيم الكفوري أنه يعمل المستحيل لحتى يساعد عائلة أنطوان، بدل ما يتم يمكن يعطوهم مصاري أو يتهددوا بحال قرروا يشتكوا. ما حدا بهالبلد بيتحمل مسؤولية للأسف، لأنه هيبة الدولة مفقودة، هيبة العدل والعدالة يلي صارنا شهور عم نطالب أنه بدنا نرجعها. شو كان صار لو المسؤولين عن هالباخرة وقفوا حد هالعيلة يلي ما قال حدا وساعدوها لحتى تعرف شو اللي صار بابنها؟ ليش اختفى هالإنسان؟ يعني معقول يكون هرب، معقول يكون غرق أو انقتل؟ لتاريخ اليوم ما وصل أي خبر من انتربول مدريد عن ظروف فقدان أنطوان غوش الغامضة، مع أنه وشفتوا الوراق محامي العام، وهون الصدمة، المحامي العام التمييزي الرئيس أنطوني عيسى الخوري كان أحال المحضر إلى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية لحتى يبلغوا انتربول مدريد مضمون هذا التحقيق، وطلب تزويدهم بأي معلومات حول اختفاء أنطوان. الانتربول رد على النيابة العامة التمييزية أول مرة لأنه بعثوا له الاسم تحت عنوان الموضوع فقدان البحار فادي غوش. شفتوا كيف الاسم مبعوث غلط، والمفقود هو أنطوان، ورجعوا سألوا عن جديد، كمان استعمل اسم فقدان المواطنة أنطوانات غوش. يعني ساعة عملوا اسمه فادي، ساعة عملوا اسمه أنطوانات لحتى ما يوصل الاسم بشكل صحيح ولحتى ما تبين الحقيقة. تخيلوا أنه ما تم التحقيق لهلأ مع الأشخاص اللي كانوا موجودين على نفس الباخرة اللي كان عليها أنطوان، وهيدا أقل شيء
ممكن ينعمل بهالقضية، انه ولد عمره 10 سنين بيعرف انه اول شغلة بتنعمل بهيدي القضية هو يتحقق مع الاشخاص اللي كانوا موجودين، مع الشهود اللي صاروا اللي كانوا موجودين مشرح الجريمة او المكان اللي اختفى فيها الانسان. وفي معي انا ليحة ب 22 اسم كانوا موجودين على نفس الباخرة ومساعدين نعطيها للقضاء. ليش لهلأ ما تم التحقيق معهم؟ ليش ما تم الاستماع لألهم كشهود؟ ليش عدد كبير من الملفات والتحقيقات نهايتها لازم تكون غريبة وغامضة وعجيبة؟ ليش في غموض بالملفات؟ مش الحق على اللي بيزور بلبنان أو على اللي بيخفي الملفات أو على اللي بيزور الحقائق، الحق على النظام يلي ما بيحاسبه واللي بيخلينا كلنا نفكر إنه نعمل غلط، كلنا نزور نسرق نمرق ملفات نمرق مشاريع. وأخيرا منقول يلي عم يطلبوا شربل انه تتحرك القضية بالقضاء لانه من 2010 واقفة، ويتم استدعاء البحارين اللي كانوا على متن الباخرة لمعرفة مصير توني، واذا كان توني توفي لسمح الله خلي اهله يعملوا له جناز ويرتاحوا او خبرون وينه. وهالقضية الليلة بمثابة اخبار وبمثابة علم وخبر لحتى تتحرك من جديد النيابة العامة التمييزية وتتوسع بالتحقيقات، يرجع شوفوا الملف بشمال وين صار لحتى ترتاح العائلة اللبنانية يلي ما عم تطلب الا الحقيقة، وكل المستندات اللي معنا مستعدين نعطيهم الى النيابة العامة.